لسه مكملين معاكم وعيش سعيد. والصراحة الحلقة النهاردة كلها كلام حلو قوي لأنها كلام عن الأكل. مين فينا يا جماعة ما بيحبش الأكل؟ والأكل هي أو هي الحاجة اللذيذة اللي بتطلعنا من المود. لو أنت مضغوط أو ستريسد كده لما تاكل أكلة حرشة كده أنت بتحبها، يا بتحس بسعادة كده وحب وغرام، في علاقة حب بينك وبين الوجبة اللي قدامك. والنهاردة طبعا سهى طبخت لنا بتكتها وحركاتها وعملت لنا أكل لذيذ جدا، وقعدنا نتناقش هل الأكل بره البيت ولكن أحلى لذيذ ولا ولا حاجة، الأكل جوه البيت بيبقى احلى، اكل الشارع ولا اكل البيت بيبقى ألذ ولكن كده لذيذ واطعم. ولا حاجة برضه. فالنهارده بقى يا جماعه واسمحوا لي دلوقتي يعني هنقف كده لحظه وهنشوف راي الطب والعلم ايه في اللي احنا قلناه. لو الدكتور سمع الهري اللي احنا هريناه كده في اول الحلقه ربنا يستر. فخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده اللي هيعلمنا ازاي ننظم اكلنا، هيعلمنا ازاي ناكل ونتبسط من غير ما نحرم نفسنا. دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذيه العلاجيه، منور عيش سعيد. ميرسي. عامل ايه؟ كله حلو. اولا احنا من اشد المعجبين بحضرتك لان ده شرف انت ليا يا فندم. في تفاعل لذيذ قوي بينك وبين الناس والفيسبوك بتاعك والسوشيال ميديا، يعني بتعلمنا ناكل من غير ما تحرمنا كده، فبنحبك جدا. انت قلتي في المقدمه حاجه حلوه قوي، الاكل فعلا متعه والاكل مرتبط بهرمونات السعاده، دي حاجه من الحاجات العلم عشان كده هم ما بيبطلوش اكل. ما هي دي الفكره، بس هي الازمه كانت بتاكل بره بسكوت على فكره في الفاصل اللي بتكلم هي المشكله بقى ان انت لما بتقع تحت رحمه الاكل كحاجه ليها علاقه بالسعاده او ليها علاقه بتاثر في مودك كمان، هي دي المشكله الكبيره اللي ممكن تقع فيها وتاخدنا بقى المشاكل الصحيه سواء كانت زياده الوزن او 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 انا حاسه. عارف يا دكتور، في الاول طبعا حضرتك منورنا ومبسوطه جدا ان انا عندي اسئله كتير قوي عايزه اسالك عليها، بس اول حاجه انت قلتها مربوطه بسعاده الشخص نفسه. انا بحس فعلا في اشخاص معينه انا عارفاهم في حياتي لو ما فطروش الصبح وتاخر الفطار بتاعهم بيبقوا مقريفين زي الاطفال كده بالظبط، لو جاعي قريف. هو انا لو ما فيش اكل او انا جعان وما فيش اكل مش بقريف بقى، بيبقى يوم اسود. خليني اقول لك ان الاكل هو مجرد تنظيم، هي الفكره كلها في التنظيم. انت بتقولي ما جت وجبه الفطار ما اكلش تبدا يحصل مشاكل. في 7 انواع من الجوع، منهم الجوع اللي هو الهابيتشوال هانجر او الجوع المرتبط بالعاده، اللي هو انا متعود الساعه 9 افطر، فلو جت الساعه 9 بالظبط انا ما فطرتش ممكن تحصل مشكله. صح. الجسم يبدا يضايقك ومخك تبدا يضايقك في طريقه التفكير وحاجات من القصه دي. في انواع كتير جدا منها الجوع العاطفي اللي هو انت مبسوط فتطلب اكل، متضايق فتطلب كافر ده برضو ما هو ده نوع الجوع الكافر ده بقى. على فكره الجوع الكافر ده المسمى ممكن يكون يبقى مضحك، بس هو ده الجوع الحقيقي اللي هو فعلا انت محتاج اكل، اللي هو لما البطن خلاص بقى بتعصر نفسها كده، في طاقه جسمك محتاجها عشان يمارس نشاطاته، عشان يقدر يمارس وظائف المخ، القلب يشتغل كويس، المعده تشتغل كويس. دي كلها طاقه، هو ده اسمه الجوع الكافر او الجوع الحقيقي او الفيزيكال هانجر، اللي هو الجوع الحقيقي اللي انت فعلا المفروض في التوقيت ده انت بتاكل. هي الفكره كلها في تنظيم الاكل. وده اللي جه بعد كده البرامج الغذائيه الخاصه بنزول الوزن زي الصيام المتقطع لما كنا بنتكلم في الفاصل. هي الفكره كلها فكره تنظيم، انت بتعود جسمك على ايه؟ هي دي نفس الفكره. نفس الناس المدمنه السكريات هي نفس الناس المدمنه رياضه. لما تيجي تبص على نفس الناس دي وتتكلم مع الناس دي، ده مدمن ولو بطل سكريات هيبقى عنده مشكله نفسيه، ونفس الشخص اللي بيلعب رياضه لو بطل رياضه هيبقى عنده مشكله نفسيه. فانت حسب ما بتعود جسمك وحسب ما بتاخده في الحته اللي هو هيشتغل عليها هو هيقدر يسوق القصه بعد كده. الجسم من رحمه ربنا ان هو بيأدبت بيتاقلم بصوره سريعه، يعني انت لو اديته عادات سيئه هيتاقلم لك على العادات السيئه ويسوقك في القصه دي. وانت صغير ولسه شباب فجسمك بيسعفك، يعني هيعدي. لو انت بتاخد سكر فانت مش هتبقى مريض سكر، مش هتبقى، بس انت وانت مش واخد بالك الترايجلسيرايد الدهون الثلاثيه بتعلى، دهون الكبد بتبدا تتحرك، السكر من النوع الثاني، مقاومه الانسولين. وخاصة دلوقتي الحياة ما بقتش زي زمان نقية كفاية، دلوقتي انت عندك فيروسات وبكتيريا وتلوث. لا والاكل ملعوب في اساسه. بالظبط ده حقيقي. يعني فانت جسمك انت عمال تديله اعداء كتير جدا وانت مش قادر تساعده. هي الفكرة كلها مش في نوع الاكل على قد ما هي طريقة تفكيرك في التعامل مع الاكل هتبقى عاملة ازاي. اصل هي دايما الناس بتربط دكتور التغذية بالدايت، اللي هو انا هيديني جبنة قريش وهيديني زبادي. لا لا خالص، هي القصة مش كده تماما. انت بنبدأ ندور على الشخص اللي قدامي طبيعة جسمه محتاجة ايه، وعلى اساسه البلان بتتحط. صح. او الخطه العلاجيه بتتحط عشان يقدر يستمر عليها طول حياته. هي مش فكره كلها 5 10 كيلو وهنخلص يعني. طب دكتور احنا كنا بنتكلم في الاول خالص عن انهي اطعم وانهي احلى، اكل الشارع
ولا اكل البيت؟ طبعا اكيد كلنا اجمعنا احنا برضو بشر بنحب الاكل والمصريين هم معروفين بالاكل الطعم اللي ليه نكهه الحرش اللذيذ. فبتبقى كل الايفنتس مربوطه بالاكل، افراح اكل، خطوبه اكل، عيد ميلاد اكل، خارجين في كافيه بناكل، مش عارفه ماشيين في الشارع بناكل، حفله في شركه اكل، حتى خروجاتنا مع صحابنا كل خروجاتنا مربوطه بالاكل. هنتغدى ولا هنتعشى بالظبط كده. انا عندي سؤالين في سؤال، دايما اكل بره ممتع اكتر وطعم اكتر من اكل البيت، مع انه ممكن يكون هو يعني فراخ مشويه فراخ مشويه، لكن بره بتبقى اطعم، مش عارفه ليه. تاني حاجه، ازاي لو كلت بره ما بوظت الدنيا قوي على البحري كده خالص؟ انت كده مرحلتين، سؤالين مرحلتين كبار. بس خلينا نقول ليه اكل بره طعم او ليه اكل بره حلو مقارنه بجوه. طريقه الطبخ بتفرق كتير جدا حتى في نوعيه الاكل، زي ما انت بتقولي يعني ممكن اكل نص فرخه هنا ونص فرخه هنا، النص فرخه هنا تضايقني وتاذيني كدكتور تغذيه، والنص فرخه هنا ما تضايقنيش مع ان ده بروتين وده بروتين. ازاي بقى طريقه الطبخ؟ ما هو انا لما باجي اعمل في المطعم ايه الفرق؟ الاضافات اللي بتتحط على البروتين اللي بتبقى موجوده هي اللي بتلعب على السعاده، اللي هو بتخليني ارجع اطلب تاني. يعني انت دايما لما تيجي تتكلم على مثلا على السيزر سالاد مثلا او سلطه الخضار اللي فيها شرايح الفراخ، اللعبه كلها مش في كده، اللعبه كلها في الدريسنج اللي بيتحط واللي بيتقدم ده، اللي بيتقدم ده هو اللي بيخليك ترجع تطلب نفس الطلب ده مره تانية. الفراخ لما بتتشوي في طرق شوي كتير جدا صحيه، هو من مصلحته انه ما يشوهاش بطريقه صحيه، لان انت هتاكل البروتين بطعمه الطبيعي، وطعمه الطبيعي هو اللي انت بتاكله في البيت مسلوق او مشوي اللي هي اللي ماما بتعمله في البيت. صح. لكن هو هيعمل ايه عشان انت ترجع تطلب نفس الطلب؟ هيضيف كميه دهون كتيره جدا، لان الدهون بتستفز هرمونات السعاده. صح. الدهون تخليك ترجع تطلب تاني. لما بتشوف الساندوتش بتاع البرجر مثلا جوسي قوي كده، سيبك من الجوسي كمان، هو عمال يضيف جبنه شيدر اللي نازله، يضيف دهون يضيف دهون. كل الدهون دي مع التحمير اللي بيحصل هو ده اللي بيستفز هرمون السعاده، فبالتالي هتيجي تاني تطلب. هي القصه مش خلطه ولا حاجه، هي القصه كلها ليها علاقه بالتحمير. عشان كده الناس بتحب البطاطس المحمره، نادرا ما هتلاقي حد بيكرهها. الناس بتحب الفراخ المحمره، الناس بتحب حتى الاكلات الشعبيه الطعميه والبتنجان والحاجات دي كلها محمره المقليات. كل ده التحمير، تشبع بالدهون، استفزاز لهرمونات السعاده، انت هترجع تطلب تاني. وزي ما قلت لك هي عاده. احنا بنعود ولادنا حتى دلوقتي لما ابنك بيجيب نتائج كويسه المكافاه بتبقى اكل، هجيب لك شوكليت، هجيب لك، هنخرج. فده لا وعي، انت بيكبر ابنك بنفس الطريقه اللي هو بيفكر ان هو بعد كده لما بيكبر ويشتغل هخرج البيت يبقى احنا هنروح مطعم، هنحتفل بحاجه فاحنا هنروح مطعم. فالموضوع بيبتدي من الصغر. يعني دكتور، هو دلوقتي في ناس كتير قوي اللايف ستايل بتاعهم او حياتهم بتخليهم يبقوا معظم الوقت بره البيت. طب ازاي اقدر اكل بره البيت وفي نفس الوقت اعادل موضوع ان انا همشي على اكل صحي او هاكل انواع معينه من الاكل بره اللي تخليني اقدر اتبع حميه غذائيه معينه مثلا؟ يلا بينا ناخد، هجاوبك على السؤال ده بطريقتين. الطريقه الاولانيه، لو انا جيت لشخص مريض سكر من النوع الثاني وحطيته في نفس الظروف اللي انت قلتيها دي، وانا جيت كاخصائي تغذيه طلبت منه انه ياكل نوعيه اكل معينه في الفطار، هو هيتصرف يعمل ايه؟ هياخد معاه اكله. بالظبط، هياخد معاه اكله. يبقى في حل، بس هو حجم المشكله هو اللي اجبره انه يفكر. لا بس في ناس ما عندهاش اللوجري اوف تايم. انا جاي لك، ما انا جاي لك. لا ما هي الفكره كلها ان انت دلوقتي حياتك، يعني انت خلاص انت معدل السكر لو حصل فيه مشكله فانت هتخش في غيبوبه او تخش في مشكله، فانت غصب عنك حتى لو في الشغل هتاخد اكلك. انا بتكلم على نوعيه الاكل. هي دي الفكره، انت لو قدرت تعود نفسك انك تاخد اكلك معاك في شغلك فالدنيا هتمشي كويس. الموضوع ما بيبقاش سهل، او احنا بنخلق لنفسنا الاعذار. لما بنيجي نطلب من بره انت بتطلب اللي جسمك محتاجه، هي دي الفكره. يعني احنا دايما بنقول للناس كل بروتين وكل خضار لو انت مجبر انك تاكل بره. كتر من البروتين، ربع فرخه يبقى نص فرخه، الكفته ممكن تبقى ربع كيلو، بس بتبقى بتطلبه من مكان انت ضامن نوعيه البروتين اللي موجوده فيه. وكتر من كميه الخضار، ابعد تماما عن النشويات بره. يعني ابعد عن انك تطلب ساندوتش فيه عيش، ابعد عن انك تطلب اكل فيه رز او اي حاجه فيها نوع من انواع الكربوهيدرات. ده هيحط لود زياده. والمشكله زي ما قلت لك في الاول، نفس فكرة السكر، الكربوهيدرات الجسم لعبته بسيطة خالص. هو عندك معدل مؤشر كده اسمه الانسولين، هو عايز يفضل بيتحرك لفوق. انت وصلته لليمت 5 مثلا، ماشي. لو انت اكلت الليمت 3 هو مش هيسيبك، هيوصلك للخمسة. طب انت الخمسة خليتها 10، انت بتحط لود زيادة. صح. بالظبط. معلقة السكر بقت 10 معالق، الفاكهة المنجاية بقت 10 منجات. صح. معلقة الرز بقت 20 معلقة رز. فانت لما تنزل بالليمت ده للمعدل الطبيعي اللي جسمك محتاجه، هاجي اقول لك كلي 3 معالق رز، لو اكلتي 4 مش
مش هتقدري تكملي. عودت حطيت نظام لجسمي. بالظبط كده. والنظام ده على فكره ما بياخدش وقت. اكيد هو تعود زي اي حاجه بتحصل حوالينا. انا في سؤال بقى مهم جدا يعني اكيد عشان في ناس كتير بتتفرج علينا زي انا مدمنه ديزرتس بحب السكر جدا 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 بيأثر على مودي لو في يوم عامله لو وانا في الدايت عموما يعني لو في يوم او حتى في حياتي الشخصيه لازم اخد حاجه مسكره يعني بتفرق معايا جدا بعد الغداء ودي ثقافه للاسف اتعودنا عليها واحنا صغيرين بعد الغداء ماما بتبقى عامله كيك او في جاتو او في ده لازم فاعمل ايه انا مدمنه سكر وبحب السكر جدا جدا فازاي ارضي الكريفنج بتاعتي او الحاجات اللي انا ببقى نفسي فيها وفي نفس الوقت انا مش عايزه اتخن والدنيا بتبوظ بسبب السكر يعني انا في حياتي باكل عادي طبيعي بس باجي عند السكريات هي اللي بتبوظ لي الدنيا. خليني اعكس السؤال. أوكي. لو انا قلنا هناخد الديزرت ده قطعه كيك مثلا. ماشي. انت استمتعتي بالساعه دي. بعد الساعه ايه اللي بيحصل؟ لا الغلطه لحظه والندم سنين. لا مش فكره بتندمي انت المتعه اختفت. المتعه ما بقاش يبقى هي الفكره كلها في اللحظه زي ما قلت لك انت معوده الانسولين يفضل في حته معينه فهو مستني قطعه الكيك لان دي اسرع حاجه تخليه يطلع السكر هو اسرع حاجه تخلي الانسولين يتحرك عشان كده دايما يجي واحد يقول لك انا جسمي محتاج سكر هو مش جسمك اللي محتاج هي سكر هي الحته دي يعني بتاعه الكيك هي دي اللي هتفرق في وزننا ما هي الفكره مش فكره وزن ما بتكلمش وزن هي مش هتخنك بس هتخليكي تحت رحمه حاجه ثانيه صح الفكره لما تبقى قاعد في اي مطعم بره مثلا او قاعد مثلا في ميتنج مع اي حد وهم في طريق في جوع مرتبط بالنظر ان انت لما تشوف قطعه الكيك قدامك والمولتن كيك مثلا بتتحرك انت مش جعان انا عايزه من ده هو ده كريفنج ده كريفنج فانت هتطلبه بدل ما انت بتطلب فنجان قهوه فانت بتطلب قطعه كيك جنبه لان ده مرتبط بالنظر هو ليه بيعرضها لك يعني هي الفكره كلها ما المنيو ينزل وخلاص ليه دايما بتشوفها قدامك ليه دايما بيستفز حاسه الشم عندك ما هو ده نوع من انواع ماركتينج. الجوع ده نوع الماركتنج نوع بيحط صور رشين شويه فانيليا هنا كده ساعات بيحطوا في على باب المطاعم صور اللي هو المولتن كيك وهي سايحه والساندوتش وهو قد كده معناه مش وجوع وهمي ده جوع وهمي انا لما اجي احل المشكله دي الحل بيبقى تدريجي ما بيبقاش مره واحده ما ينفعش اجي اقول لك انت من بكره مفيش كيك فمش هينفع تعملي كده لان انت لو عملتي كده مره او اتنين هتتحطي تحت رحمه الاقلاع عن ادمان السكر زيه زي ادمان المخدرات بالظبط الفكره صعبه وشرسه ومؤذيه جدا للجسم ومؤذيه نفسيا فالموضوع بيحصل تدريجي احنا اللي هيحصل ايه احنا هنجيب قطعه الكيك من بعد الغداء نحطها قبل الغداء حلو الكلام قطعه الكيك قبل الغداء هتاثر لي على وجبه الغداء وده مع الوقت من الكميه اللي انا ممكن اكلها في الغداء بالظبط فده مع الوقت هيعمل لك مشاكل فانت لا قطعه الكيك دي هتبقى نص عشان تقدري تاخدي وجبه الغداء كامله بتاعتك لان انت حسيتي بمشاكل بعدت الكيك دي بدل ما هي قبل الغداء بنص ساعه بقت قبل الغداء بساعه بقت مع فنجان قهوه بعد كده انا ما عنديش مشكله في نص قطعه الكيك انا عندي مشكله في بقيه اليوم لو انت مثلا شخص بيشرب مشروبات بيتحط عليها سكر انت كده عملتي لي مشكله انت لو بتشربي كوبايه شاي عليها معلقه سكر اربع كوبايات بقى اربع معالق سكر طب السكر الدايت بديل لذيذ بديل مخرج يعني دايما اقول النقطه دي لان الناس دايما بتعتمد عليه هو ما بيتخنش وما بيستفزش الانسولين وكل حاجه بس استيل حاجه مصنعه ايا كانت حاجه مصنعه فهي ممكن تبقى مخرج يبقى انت عارف ان انا خلال ست شهور هقلع عن السكر تماما السكر الصناعي بيساعدني ان انا اقدر اقلع عن ده في مده مثلا تبقى 3 4 شهور بس ابقى عارف ان انا هوصل لزيرو سكر والله بدون مبالغه يعني الابحاث كلها بتقول ان انت مجرد اقلاعك عن السكر فانت 70% من مشاكلك الصحيه اللي بتقابلها في حياتك انتهت مقاومه انسولين سيدات تكيس مبايض ممكن ما يحصلش حمل كبد دهني سكر من النوع الثاني في حالات كتير جدا حياتها بتتغير وادويتها بتتغير تماما من سكر من النوع الثاني لمجرد ان هو بيقلع عن السكر هو مقاومه الانسولين غير السكر نفسه المرحله الاولانيه يعني مقاومه الانسولين دي الفكره كلها ان الانسولين ده بياخد الجلوكوز اللي هو السكر يروح على الخليه يخبط عشان يدخله جوه يبقى طاقه صح. العلاقه ما بين بين الخليه والانسولين علاقه قويه جدا لو العلاقه دي توترت بيحصل مقاومه الانسولين فبيركن الجلوكوز بره في الدم يفضل يركن ودي يركن الانسان يركن. بيعرفها يعني بيعرفها طبعا بيعرف هو عنده طبعاً. دايما تلاقي الشخص اللي بيكون منطقه البطن والاجناب عنده زياده وزن بيبقى فيها كتير جدا فده بيبقى يخلينا نشك فيه ان عنده مقاومه انسولين بيحصل تغير في درجه الوان الرقبه تلاقيها بدات تبقى بني او مسمره شويه فده بيديني شك برضو في مقاومه الانسولين في حاجات كتير جدا ممكن تخلينا نشك فلما بنبدا نعمل فحوصات اسمه هوما اي ار ده الفحص بتاعه بيتعمل صايم نبدا نبص على الارقام بناء على الارقام بتبدا تخش بقى في خطط علاجيه لو انت دخلت مرحله ان انت بقيت مريض مقاومه انسولين انت غصب عنك هتقطع سكر
هنا ده اللي انا بخاف منه، ان انا غصب عنك تعمل الحاجه. أيوة. لو انا غصبتك انت مش هتقدر، بس انت في والادويه وضع اللي بتساعد على مقاومه الانسولين اعراضها الجانبيه شرسه جدا. فاللعبه كلها انت عايز من جسمك ايه، هي دي الفكره. انت ممكن تاكل وتتبسط وتستمتع وتستمتع بكل حاجه موجوده على وش الارض بالعكس. بس مخك هو اللي شغال. انت بوب عشان انت فت كده وعامل دايت طول الوقت. أنا مش انا الكلام ده كله مش واكل معايا. احنا بنعمل دايت دلوقتي. الكلام ده كله مش واكل معايا. ليه؟ انا باخد دايما وجهه نظر بقى المواطن. من الاخر انا بحب وجهه نظر المواطن اللي هي بقى. يعني انا جاي بعد كل ده، ما انا باكل وبشرب ومقضي حياتي فل الفل وبفطر اللي انا عايزه واضرب بقى طبق فول قد كده اهو. ليه قد كده؟ عشان انا بحب الفول. لا مش انا يعني، انا بتكلم انا واخد عشان يشبع وجهه نظر المواطن. صدقني اسمع، يعني انت لو جبت شخص مثلا بيشتغل في بنك وقاعد على مكتب زي شخص مثلا بيشتغل اعمال بدنيه وبيشيل احمال، ليه اللي قاعد على بنك ما بيطلبش طبق الفول اللي قد كده، بيكتفي بالساندوتش ايا كان الساندوتش، ممكن يبقى صحي وغير صحي غير صحي. لا ده بيحتاج مجهود بدني يفضل شبعان عليه مده طويله، حاجات هتحرق. مش حرق، سيبك من الحرق، سيبك من الوزن بقى، خلينا نتكلم صحيا. لا مش الوزن، انا بتكلم ان هو لما سهر يعمل ولا سيبك لما يا سهر. انا بحاول اتكلم بالبلدي. أيوة سيبك بقى من حرق ومرق وانسولين ومنسولين وبتاع، كل ده احنا عارفينه. يعني هو كلام الراجل بيقوله مظبوط 100%، مش بجادله فيه. انا باخد وجهه نظر المواطن. انا بقول لك هو بقى الشخص ده اللي هو اغلب المواطنين، اغلب المصريين، بالظبط، بياكل عشان يفضل شبعان مده طويله، لان هو ما عندوش رفاهيه ان هو ممكن الساعه 12 ياخد سناك، او لفظ سناك ده بالنسبه له مش مقبول اصلا. فبياكل كميه الفول دي. حتى انت في ناس مثلا بيروح يشتري طبق الفول ب 20 جنيه مثلا، لو فضل ربعه وهو شبع هيرميه؟ لا هياكله. هياكله بالظبط كده. ليه؟ كونسبت، ثقافه، انا بطني تتملي لغايه لما نفسي يتقطع تماما. صح. فنفضل شبعان اطول فتره ممكنه. الجريمه دي بنعملها مع مين؟ الجمل. بنعمله مع مين؟ ايوه بالظبط، الجريمه دي بنعملها مع الاطفال. تلاقي الامهات الصبح مثقفين ومتعلمين ومستوى اجتماعي عالي جدا، وعامله لابنها سندوتشات فول وهو رايح المدرسه. الفول من اشرس الحاجات اللي بتحتاج المعده تهضمها، محتاجه مجهود عنيف جدا طبعاً. فبالتالي الدم بتاع الجسم كله بيروح للمعده، اوتوماتيك اللي هيتاثر وظايف المخ. عشان كده فيبقى ابنك قاعد في اول 3 4 حصص عمال ينام ويروح. عشان كده دايما بيقول لك اللي بياكل الفول بيتيس. اللفظ ده صحيح وفعلي. ليه؟ دم الجسم كله في مصيبه بتحصل في الجهاز الهضمي، عايزين نلحق نهضم الكارثه دي. فالدم كله بيروح، وظايف المخ بتهدى، ابنك ما بيركزش، طبيعي انه يفضل نايم اول 3 4 حصص. هي دي الفكره. لكن الشخص الثاني بيلعب، ما بقول لك اللي قاعد في بنك مخه شغال. صح. فهم ما عندوش رفاهيه ان بطنه تبقى مليانه ممكن على الساعه 12 اللي هو قطع اكله ونسي يطلب بقى الاوردرات اللي مش كويسه، اللي هو عارف ان هو خلاص كمان ساعتين. طب انا لو عايز اكل يعني اكل بقى يعني ادبها لغ يعني، فاهم؟ ما عنديش مشكله يعني على فكره. انا ما عنديش ازمه مع الفول ولا مع البتنجان ولا بس لما اجي اقول لك مثلا البتنجان المحمر والبتنجان المشوي ده هينقلك نقله صحيه، وده هيحطك في حته صحيه تانية خالص. صح. صدقني انت مش هتستوعب الكونسبت ده، مش قصدي عليك انت طبعا، قصدي عامه على المواطن، مش هيستوعب الفكره دي الا لما فعلا يلاقي الكوليسترول بتاعه عالي وهوب ضغطه بقى عالي. لا ضغطه بقى عالي، اتحجز في مستشفى. هنا بقت المصيبه. طب انا استنى ليه لما الكارثه تحصل؟ لما الكارثه تحصل بقى اتحرك وانتبه لنفسي. اكل محمر، اكل بطاطس محمره واكل بتنجان محمر، بس مش يوميا. مش اخد عدد مرات كتير جدا. ما يبقاش فطاري بطاطس محمره، الغدا بتاعي بانيه محمره. انا بوم. طب يا صديقي انا عارف ان انت بوم وهتفضل بوم. بس انت عاداتك وسلوكياتك دلوقتي، ما تنكرش ان انت مثلا من سنه او سنتين دلوقتي اختلفت طبعا. للاحسن. هي الفكره كلها، ما هي دي الفكره كلها، عشان تفضل بوم لازم جسمك يتحسن. زمان زي ما قلت لك المواجهات بتاعت الجسم كانت قليله شويه. دلوقتي انت بيقابلك فيروسات وبكتيريا، لو جهازك المناعي مش جاهز يقابلها ساعتها لا ينفعك البتنجان ولا. صح. البطاطس ولا طبق. صح. الفول اللي ولا اي حاجه هتتحرم من كل ده. هتقع الكلى، حته الجهاز الصغنن ده اللي بيفلتر الدم. لما تيجي تبص على المريض اللي بيغسل كلى لمجرد ان سيادتك بتهمل في شرب الميه وبتشرب مشروبات مضره جدا بالكلى، لما تيجي تبص قاعد نايم في السرير وجنبه جهاز كبير جدا عمال يغسل في الكلى، فانت تعرف قد ايه قيمته. عمليه مؤلمه جدا. بقى سهل انك تبقى دلوقتي، بقينا بنلاقي شباب صغيرين عنده ضغط. ده حقيقي. شباب صغير عنده سكر. طب دكتور، عايز حضرتك تدينا نموذج مثالي لوجبه الفطار، يعني مثلا اصحى اكل ايه، اكل هيلثي وفي نفس الوقت يشبعني، عشان انا برضو بتكلم عملي زي ايهاب كده اللي هو انا نازله الشغل، فمحتاجه الوجبه دي تسد معايا، يعني مش توست يعني الجبنه. يعني الحاجات اللي هي بقى بتاعت قطعتين كيوي ومش عارف ايه. دي
خطه علاجيه لشخص بيتبع حميه غذائيه بس. لكن لو هنتكلم على نظام متزن شويه فانت هتتكلم على شخص هياخد فطار غدا عشاء. مظبوط صح. حلو الكلام. يهمني وجبه الفطار ان يبقى فيها بنزين. حلو. فالبنزين هو العيش. بنزين صح. حلو. البنزين هو العيش. البنزين هو العيش. يعني انا عايز اخد نشويات. عيش برد، عيش بلدي ولا اي عيش؟ عيش بلدي. لو انت ما هو دي القصه، انا هقول لك على الكميات. عيش بلدي، توست بني، بطاطس مسلوقه لان ده نفس التصنيف، بقسماط كارب يعني بالظبط، نشويات، ده اي حاجه منهم. لو احنا بنتكلم على العيش البلدي فانت معاك من نص رغيف لرغيف، ممكن توصل لرغيف ونص بناء على نشاطاتك، او بطاطسايه مسلوقه، بطاطسايه محترمه كبيره. تمام. او لو هتاخد توست بني من 2 لـ3 قطع توست بني. لطيف. ده لو الناس الكاتيجوري اللي بيقول ده كده يعني. تمام حلو قوي. هنخش على المستوى اللي بعده. انا عايز بروتين عشان افضل شبعان مده طويله. حل. هنا هيبدا يجي الفول. لو انا ما عنديش للمره المليون، لو انا ما عنديش نشاطات عقليه، فانت الفول بالنسبه لك مش اوبشن اصلا، مش موجود. لكن لو عندك نشاطات بدنيه فالفول موجود معانا. حلو. حلو. طب لو هنتكلم على الفول فانت هتتكلم من 7 لـ8 معالق فول بيبتدي، اللي هو طبق الفول اللي احنا بنطلبه من على عربيه الفول او مطعم، اي مطعم موجود هو طبق الفول، هو ده كفايه بالنسبه لك. ازمتي بقى مع الفول في ايه بقى؟ في الطحينه بقى واللخبطه والزيت. لا، الزيت الحار بالنسبه لي مهم جدا وحلو جدا وكويس جدا وصحي جدا، لان هو ده بذر الكتان اللي احنا بنسمعه كتير. صح. ده مهم جدا. بذر الكتان او الزيت الحار ده حلو للفول، او الزيتون، زيت زيتون او زيت زيتون ايا كان. فانا الدهون بالنسبه لي مش مهم، مش ازمه. لان دايما الناس، بس دايما في نقطه مهمه بس لو عندنا وقت هقولها سريعا، الدهون دايما الناس بتتهمها، يعني يقول لك انا هقطع دهون لان هي الجرام الواحد من الدهون بيديني 9 سعر حراري. فانت لما بتقطع زيت او بتقطع سمن او بتقطع كده فانت هتهبط في السعرات فهتخس. وده غلطه كبيره الناس بتقع فيها. انت عندك فيتامين A وD وE وK، الاربعه المهمين جدا لحياتك بيدوبوا في الدهون اصلا. فلو اكلك ما فيهوش دهون الاربعه دول بيتضربوا طبعا. تقطع دهون هتلاقي فيتامين د نزل، هتلاقي عضلاتك باظت وعظمك باظت وشعر بيقع والوش بيقع. انت كيتو كيتو ده اشتغاله كيتو ايه بس؟ لا، كيتو ده اشتغاله علميه ولا اشتغاله عمليه؟ اشتغاله عمليه. عمليه لكن عملية. هو علميا لا، هو علميا انت عندك جسم بيشتغل بسيستم اللي هو الانسولين والجلوكوز، ده الطبيعي. انت شغلته على سيستم تاني خالص، شريحه تانيه، شريحه موبايل تانيه خالص. هي دي القصه، اسمها الكيتو، الكيتون بوديز او الاجسام الكيتونيه. الاجسام الكيتونيه دي كل دورها في الحياه ان هي بتكسر الدهون. الكيتو دايت ده اتوجد عشان الناس اللي عندها مشاكل مع الكربوهيدرات زي تكيس المبايض. يعني عندي سيده ما بتحملش لمجرد ان في تكيسات على المبايض، تخش كيتو دايت ولا ما تخشش؟ تخش طبعا. شخص مريض سكر من النار يعني موجود كحل سولوشن يعني. الناس اللي عندها الزهايمر او مشاكل وظائف مخ دايما الاجسام الكيتونيه دي كلير مقارنه بالجلوكوز. فالمخ بيحبها فاديها للالزهايمر يتحسن. موجود لحاله مرضيه لما لقوه بيخسس بصوره كبيره جدا بدا يبقى موجود. انتشر. طيب. الاتكنز وزي حاجات كتير. دكتور انا عايزه، ما هو ليفلز اتكنز ودوكنز وكيتو نفس المستوى. عايزه اسالك على حاجه. خلاص احنا دلوقتي استني بس، احنا عرفنا الفطار. كمل الفطار لسه. عايزين انتوا هتكملوا الشباب كلها افتكرتك تسالي على الفطار. انا اتشديت انا عشان اشوف هفطر ايه بقى. عايزين نعرف بقى، نبقى من بكره هنبتدي دايت. معروف اقنعتك. لا هو مش دايت، هو مش دايت. بس الكلمه دي بتخوف الناس جدا. ولا وفكره اكل صحي كمان، هو انت بتنظم يومك وبتعرف تاكل ايه بس؟ فول يبقى بديله البيض المسلوق. حلو. طب انا عايز اخد طبق فول، هاخد طبق فول صغير واخد معاه بيض مسلوق. معاك من بضايه البيضتين مسلوقين لو انت عايزهم اومليت مفيش مشكله. البيض اللي بيقولوا عيون عيون او محمر، ربع معلقه زبده بلدي هتأدي الغرض. لو انت عايز تعمل واجب معانا كدكتور رامي تضيف عليه فلفل، تضيف عليه مشروم، تضيف عليه خضار، هبقى مبسوط منك جدا. حلو. وهتشبع وهتتبسط وانا كمان هبقى مبسوط. حلو. يبقى دي فول ودي البيض. نيجي للبتنجان بقى. بتنجان المشوي هو اهم حاجه، المرحله اللي قبل البابا غنوج. ما احنا كلنا بناكل بابا غنوج بس دايما ازمتي مع الطحينه فيها كالوريز كتير ومش مفيده للجسم بصوره كبيره. تمام. لو معموله بالسمسم ده موضوع تاني وده نادرا ما بيحصل. يبقى بالنسبه لي دلوقتي الفول، البيض، البتنجان، الجبنه. الجبنه هنبعد عن الجبنه نباتيه الدهن، يعني الجبنه اللي نلاقي مكتوب عليها نباتي الدهن فانت اعرف ان في كمين هنا، في غلطه هنا. عشان كده اللي بيبقى مكتوب عليها خالي من الدهن النباتي دايما هتلاقي سعرها اعلى. للاسف، لان هي للاسف صحيه اكتر. يعني انا اسف ان انا بقول للاسف بس هو فعلا هي صحيه اكتر للجسم. لو هتاكل جبنه ملح خفيف في الدنيا هتبقى زي الفل. انا ممكن اتطور معاك في الخطه العلاجيه لو ممكن ناخد جبنه تشيدر، جبنه رومي، مع ان انا ما بحبش الانواع دي من الجبن بس هي ممكن تبقى موجوده. مش فكره دهون، هي مش صحيه، مش طبيعيه يعني. تمام. عشان كده دايما التقليدي في التغذيه العلاجيه الجبنه القريش. يقول لك دايما، كان زمان يقول لك اكتب جبنه قريش، اكتب جبنه قريش. ليه؟ لان المصدر الاورجانيك الطبيعي بتاع الجبنه اول حاجه اتصنعت يعني.
تمام. خلصنا كده من الفطار حلو كده ولا في حاجه؟ لا لا زي الفل ده فول الابطال. عصير لو عايز صح؟ ده فطار الابطال يا دكتور. اه ممكن عصير مع الفول والبيض ما ينفعش. اه يعني شاي بلبن. شاي بلبن لا شاي بلبش. شاي بلبن حلو ان انت قلت الجمله. الشاي بلبن ده عايز حلقه لوحده عامه بس خلينا نتكلم عليه. اوعى تقول حاجه وحشه. ما هو انت مزاج هي متعه مزاجيه لكن كقيمه غذائيه وملوش اي قيمه. انت عندك بعض المكونات في اللبن بدون الخوض في التفاصيل عشان الانسولين والقصص دي. في بعض الحاجات في اللبن بتبوظ المضادات الاكسده اللي في الشاي وفي بعض المركبات في الشاي بتبوظ الكالسيوم اللي موجود في اللبن. فانت بتشربي اي حاجه بتشرب هوا بس ككالوريز. لا سيبك من الكالوريز بقى. ما الكالوريز دي كوبايه شاي بلبن مش دي هي دي اللي هتخني يعني. بس هي مزاج. مزاج دي هي دي النقطه اللي بتبقى مهمه بالنسبه لي انا كدكتور تغذيه. انا احب ان انا اشرب الحاجه لمزاجي في لحظتها لكن ما بقاش ان انا كل يوم الصبح لو ما شربتش كوبايه شاي بلبن هنزل اتخانق مع الناس في الشارع او اتخانق مع الناس في شغلي لمجرد ان انا بسمع الناس بتتكلم بالطريقه دي. زي القهوه وزي حاجات كتير. انا لو شربتش قهوتي يومي باظ مثلا. شفت انت الكونسبت ده عمال تغذيه مع ان فنجان القهوه اصلا انت ممكن تشربه وما تنامش تفضل صاحي يومين. لو احنا بنتكلم على كافيين فحلو قوي ان احنا اتكلمنا عن الشاي بلبن. مشروباتك كلها مسموحه لو انت زي ما قلت لك ان انت لو توصل ان انت تبقى بدون سكر فانت حققت لي هدف مهم او حققت لنفسك هدف مهم جدا. نيجي على الغداء. قبل ما نخش على الغداء في مرحله مهمه جدا التوقيت المثالي لاكل. خلاص حلقه انا وانت بس ده لازم هتبقى جامده قوي. هي خلي حالك تستقيل تقدم استقالتك للطب كله. لا 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 هو الدكتور بان من اول السؤال ان هو روحه رياضيه يعني بيعرف يتعامل مع الشخصيات الغلسه المجادله اللي زي. لا لا اصل ده طبيعي. ده طبيعي ان كل الناس هو الاكل مزاج فانت هتلاقي الناس بتجادل. انا بفاصل طبعا. اتمنى ان يكون بيفاصل. طيب التوقيت المثالي لاكل الفاكهه هو قبل الغداء مش بعد الغداء. الغلطه اللي بنقع فيها واحنا صغيرين أكيد. عايزين حاجه نحلي فبيكبر معانا الاحساس ده فبقتش الفاكهه بتحقق لي الرغبه دي فبقينا ناكل الحلويات او الديزرتس اللي بتبقى موجوده. فالتوقيت المثالي لاكل الفاكهه قبل الغداء بنص ساعه ساعه. اي نوع فاكهه مانجا تفاح كيوي جوافه حسب انت عايز ايه من الفاكهه. يعني انا لو هاكل في الغداء اكل فيه حديد هيبقى كبده مثلا سبانخ مثلا فانا محتاج فيتامين سي عشان يحصل امتصاص للحديد بصوره كامله. فبالتالي الفاكهه دي هتبقى جوافه ثم كيوي ثم حمضيات لو احنا في فصل الشتاء. هي الناس لازم تفكر بالطريقه دي. حلو. انا عايز متعه شخصيه فانا هاكل المانجا. المانجا على فكره مفيده جدا وغنيه بالفيتامينات والمعادن. بس هي ازمتي مش مع المانجا لوحدها. ازمتي مع نص الخمسه ولا السته ولا احنا بنقعدهم في البيت. ما هو في البانيو سكر بيجيب سكر بيجيب هي دي الفكره. انت جسمك بيطلب. هي دي الغلطه اللي بتقع فيها. فده التوقيت المثالي لاكل الفاكهه. هتخش على وجبه الغداء حاجه بسيطه خالص. انا مش هقول لك بقى معالق وارخم عليك انا هقول لك عندك طبقك. الطبق اللي انت بتاكل فيه هتقسمه نصين. حلو. نص خاص بالخضار. الخضار اللي ماما بتعمله في البيت. الخضار المطبوخ. الخضار اي حاجه بقى. صلصه حمراء باميه ساعه مش عارف ايه. عيش حياتك على قد نص الطبق. ماشي. النص الثاني هنقسمه ربعين. ربع خاص بالنشويات وربع خاص بالبروتين. النشويات فيما يعادل مغرفه مغرفه ونص رز او مكرونه. انا بتكلم ده على الناس الطبيعي الناس العادي مش الناس اللي عندها مشاكل صحيه او عندها مشاكل زياده وزن. الربع خاص بالبروتين قد كف الايد كده. لو هتاخد قطعه لحمه فراخ سمك هتاخد علبه تونه يعني قد كف قد بس نص كيلو كباب وكفته بس قد كده بس كده. ما ينفعش دول تقول معاهم قد حاجه. ده الشبر مش اللي هو كده اللي هو كده عارف هو هم هيتعاملوا كده. لا انا ما عنديش مشكله واوعدك ان شاء الله لو اتقابلنا بعد خمس ست شهور هتلاقيه هو بيتكلم زي ما انا بتكلم كده. أيوه. انا واثق. طيب كده الغداء تمام. كده خلص الغداء. هنخش على مرحله العشاء. لو انا من الناس اللي بتجوع فانا ممكن اخد وجبه خفيفه ما بين الغداء والعشاء تتمثل في معروفه العشاء ثمره فاكهه كل ده. لا ثواني ثواني الفاكهه بتجوع بالمناسبه برضه حاجه من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. طب بتبقى عايزه اكتر كده. ايوه بالظبط. هناخد مثلا الفشار ممكن يتصدر المشهد. معلقتين لثلاثه ذره الفشار ممكن يعمل لي بوله حلوه اقعد اكل واتبسط. تمام. اعمل فشار ازاي؟ ما هو الفشار العادي التقليدي عادي. هو الفشار ده انا شفت في يا باشا كراميل وفي في ناس بتحب تقعد تعمله بالسمنه والزبده لا هو فشار يعني لا ده هو تطور. انا بعمله في الميكرويف فبيتقطق لوحده. ايا كانت الطريقه كميه الملح قليله شويه زيت صغيرين هتتبسط وتستمتع. الاضافات دي بلاش منها. ماشي. اول ما البني ادم بيحط ايده في الحاجه الدنيا بتبوظ. ايوه ده اكيد. تمام. المكسرات تيجي تشغل الحيز هنا من 50 ل 100 جرام مكسرات وده بوله كويسه. يعني 100 جرام دول قبضتين ايد وده حاجه كويسه حلوة جدا. لب لو انت عايز من لب اللي هو الاسمر اللي هو عباد الشمس ده غني جدا بالفيتامينات والمعادن. بتاع البغبغانات ده
بالظبط. هو الليفل اللي قبل هو بتاع البغبغانات. مش هنكملها. شفتي مش هنكمل الموضوع بتاع البغبغانات في الاول، بس احنا بنحط عليه ملح وايا كان. العشاء بقى نخش بقى على وجبه العشاء. وجبه العشاء لو انت شخص بينام متاخر شويه، ده ما كانش عشاء؟ لا ده وجبه ما بين الغداء. لو عايزه هو بيقول لو انت من النوع ده ممكن يبقى بالنسبه لك ده وجبه عشاء وتنتهي الموضوع. شفتي انا كريم والله. فلو الموضوع وصل بيك ان هو بقت وجبه العشاء ممكن يبقى الفشار، فخلاص هي دي وجبه العشاء. لو انت من الناس اللي مثلا بيسهر للساعه 1 والساعه 2 فهو ممكن يجوع على الساعه 10، فممكن ياخد سناك بسيط عشاء خفيف جدا، توست بني مع سلطه الجبنه قريش. توقيت المثالي لاكل الجبنه القريش هو بالليل مش الصبح. ممكن ياخد سلطه الجبنه قريش، ممكن ياخد سلطه الالجازين اللي فيها او الاحماض الامينيه اللي موجوده فيها بيتم امتصاصها بالليل اعلى من الصبح. حلوه المعلومه دي، لذيذه قوي. ما هو انت تتعلم ازاي تاكل، ده اللي بيفرق. زي ما قلت لك الحديد وفيتامين سي، الفيتامين دي والكالسيوم، لو انت وطدت العلاقه دي انت هتستمتع بالاكل وهتستفيد وجسمك هيتحسن بصوره كبيره. ممكن في العشاء تاخد ثمره فاكهه مع كوبايه لبن. البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء اللي احنا للاسف كتير مننا بيعاني، الاتش بايلوري جرثومه المعده بدات تظهر، الانتفاخات والغازات، القولون العصبي، المشاكل دي كلها بسبب قتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء. طب ايه اللي بيحافظ لي على البكتيريا النافعه دي؟ ثلاث حاجات. الزبادي عشان التخمر، يا اما بروبايوتيك وده دواء وعلم دلوقتي بقى موجود في الصيدليات وما بحبش ان الناس توصل له الا اذا كانت بقى ان هو تيجي زبادي يع ويديني وشه، او المخلل. بس المخلل عشان يقدر يحقق لي القيمه دي هتضطر تاكل كميه كبيره، فانت هتتحط تحت رحمه الصوديوم او الملح اللي موجود في المخلل، فبالتالي هنوصل بالملح تاني بالظبط، فتحصل الزبادي في الاخر، فنوصل في الاخر انك هتاكل كوبايه الزبادي. فبالتالي كوبايه الزبادي بقت دواء. دلوقتي في الزبادي اليوناني موجود. الزبادي اليوناني الفرق بينه وبين الزبادي العادي ان هو غني بالدهون والبروتين اعلى بكتير من الزبادي، فحتى طعمه مختلف والتماسك القوام بتاعه مختلف. بس مش كل الناس بتحبه لان هو طعمه فعلا مختلف. طيب انا بقول لك الناس اللي هي بتحب تاكل يعني ممكن يقطع عليه توت، يقطع عليه فراوله، وجبه خفيفه هينام كويس. طب الدايت سودا بقى، اخيرا اخر سؤال بقى، دايت سودا ايه نظامها؟ ما عنديش مشكله فيها كدكتور تغذيه ان هي تبقى موجوده معايا. كان عندي ازمه في التلوين اللي ممكن يحصل بعد كده، لان في صودا بتاخد يعني في صودا دلوقتي لونها ابيض ما فيش مشكله خالص، هي مجرد صودا على ميه دي ما فيش منها ازمه. لكن التلون بقى واللون الاسود واللون ده اسمه دخول الالوان دي، هي دي اللي بيضرني. حتى وان كانت كمان. ما هي بالظبط، حتى لو كانت ما بتزودش الوزن. في نقطه مهمه جدا بس عايز لو هنختم هختم بيها، النوم مش فكرة انك تنظم نومك بس. في شخص ممكن ينام 10 ساعات ويقوم تعبان وجسمه مكسر. في حاجة اسمها الديب سليب او النوم العميق. النوم العميق ده بيبقى تقريبا من ساعتين لساعتين ونص. ده اللي بيقولولك الساعة بالظبط. الديب سليب ده اللي انت محتاجه، ده معناته ان مخك فصل، وهو ده الغرض من النوم. مش الغرض ان سيادتك تنام على السرير او جسمك او عضلاتك ترتاح. صحيح. ما يبقاش تبقى ماسك التليفون وعينيك من الإضاءة تعبت فغمضت، لكن استيل مخك شغال. نمت 8 ساعات هتقوم تعبان، هتقوم مرهق، هتقوم انت ما نمتش اصلا. دور على ان القولون بتاعك يبقى نظيف قبل ما تنام، دور على انك تقطع علاقتك بالتليفونات قبل ما تنام بساعتين، دور على ان اخر وجبه تخش معدتك تبقى قبل ما تنام بساعتين، دور على انك تطمن ان الاضاءه بتاعه المكان اللي انت بتنام فيه خافته تماما تكاد تكون معدومه عشان مخك يفصل. بالظبط. لو حصل خلل وحصل ارق فانت عندك مشكله في المغنيسيوم، وبالتالي هتبدا تاخده كمكمل غذائي عشان الارق ده يروح. النوم لو اتحسن، شرب الميه على مدار اليوم مش مره واحده اتحسن، كل ده هينقلك نقلة تانية. وصدقني هو تعود، انت تعود. لو تتعود تشرب مية هتشرب مية، تعود تشرب الصودا اللي موجودة هتتعود انك حسب. دكتور حضرتك نورتنا وافدتنا، ويعني كان نفسنا الحلقة تطول اكتر من كده علشان عندنا اسئلة كتير قوي لسه، فان شاء الله نشوف حضرتك في حلقات تانية. نورتنا يا دكتور. شكرا جدا جدا يا دكتور. انا استفدت بعيد عن هزاري والنكش اللي انا دايما بعمله ده، بس انا استفدت منك جدا. ميرسي جدا جدا جدا. ميرسي لكل اللي كان بيتفرج علينا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من عيش سعيد، ويا رب دايما سعداء. عيش سعيد لو حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليل دي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه دم دمتك، بص للسما وارفع إيديك حدد هدفك، هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد.